400 تمام، واقفه بس على الامضاء اللي هو يكتب الصرف في شهر 7، في شهر من بدايه من 7، فاجتمع مع وزير التعليم العالي الموضوع اتقل، فضلوا لحد الوقت هيجتمعوا النهارده الساعه 5 عشان يوصلوا لحل ان المبلغ من 2.4 مليار ويروح لصندوق العاملين بجامعات مصر يبقى صافي. هم بعد ما قالوا الحل، بعد ما قالوا نروح، قالوا هنرجع نخصم منه تاني. هتخصموا منه ايه بقى؟ حاجه اسمها 200 جنيه اسمها حفيد اسامه، بعض الجامعات بتاخدها وبعض الجامعات ما بتاخدهاش. يعني انا مثلا احنا فتحي جامعه دمياط، مصر جامعه دمياط ما بناخدهاش، احنا الجامعه ما بتاخدش 200 جنيه، بس باسم الجامعات كلها ما ينفعش انت بعد ما تبقى صرفت حاجه هيرجع تاني ايه ياخدها. الفكره بعد ما قالوا هندفع المبلغ، قالوا هنسحب ال 200 جنيه الحافز الاساءه و 50% من ايه؟ من الحافز الاضافي. فطبعا كل معترض ادينا البدل اللي انت كاتبه من غير ما تخصم حاجه، مش عشان هتدينا بدل تقوم تاخد حاجه ثانيه تديهولنا باليمين وتاخده مننا بالشمال. فده وجه الاعتراض اللي دلوقتي الناس عايزاه يحقق نقطه دي بس مش اكتر. لكن الموضوع ماهوش الموضوع جديد، يعني الموضوع قديم ومشرف عليه. ليه بقى المماطله الاسبوع في الثاني في الثالث؟ هو ده اللي كل اللي واقف يقف عشان بس مش اكتر. لا يا دكتور، مش عايز اتكلم معانا يا ست اسكت حد. 50 جنيه ده بتجيلي على قفايا، ما انا رفعت الياق مش هاخد على قفايا. لا ولا عطاني يا ابني، مش هيرجع. ماشي دكتور، نفسك معانا يا دكتور علي. مش قول لي ده عايز يعمل ايه؟ اتصرف بالسنه يا دكتور علي. دكتور علي حضرتك يا احنا نصب على السنة اللي انا مش هصب عليهم. انا شوف لي العمل 30% من العمل، اثنين مرضى بالكلى هصب عليهم من ايه؟ انا املي ان الموضوع ده اللي اتكلموا بيه تعيشت على امل فيه جامد. استنى انا مصر عشت على امل كبير فيه، والله العظيم عشت على امل كبير. بسم الله يا دكتور علي، اصبح خاب الامل دلوقتي. موظف ليه؟ موظف جامعة عشان خاطر دخلوا الناس على الامتحانات ودخلوا الناس على نهاية العام الدراسي. ما هنعمل ايه طيب؟ احنا بنتكلم كده على سبيل المثال. علاقة بالامتحانات، احنا قاعدين بنتكلم وقعدنا نتحاول ونقول ما هو 2 و3 و10 وخد اللي انت هتقول وقتك كل ده. هم عندهم على كل ده ظروف مش مقنعة، المهم هم عندهم يعني جاهزين عارفين يعني. اللي جه الوزير اتغير عطلنا شويه، ده احنا بنحاول تاني الاول اسبوع مثلا. يعني لو دكتور علي، يعني لو الوزاره اتغيرت بكره او بعد يوم 30 سنه حضرتك شايف ايه؟ هنبقى في كلام من اول وجديد يا دكتور علي. لو حضرتك لو انا دلوقتي حضرتك شايف ايه؟ لو انا دلوقتي